طيب نشتق معادلة ل H. إيش عرفنا H؟ H أو خلينا نحط small H is the highest attained. Attained يعني بنقول وصل لهذا المستوى. Highest attained floor in a round trip. واليونت تبعته فلور مش متر. ممكن احوله لدي اتش واحوله لمتر، بس هلا وحدته فلور. واتش هو الاكسبكتد فاليو لاتش، اتش هو الراندوم فاليو. فاحنا بدنا نطلع المعادله، بدنا نطلعها المعادله هي ل اتش. لو اشتغلت مونتي كارلو سيميليشن شو راح يصير يطلع معي كل مره؟ اتش 1 اتش 2 اتش 3 اتش 4 ها؟ وبعدين باخذ الافرج تبعهم اللي هذول بالمونتي كارلو سيميليشن اللي عملناها. حتى نطلع اتش لازم نرسم هون العمارة نفهم بعض مفاهيم. راح افترض هلا انه عندي فورمولا فور اتش، هلا assuming equal floor population. راح افترض هون عندي هاي الجراوند فلور، وبعدين هذا واحد، هذا اثنين، هذا i minus 1 وهذا i وهذا i plus 1 وبعدين هون عندي n و n minus 1. طب نحط تي اتش كمان هون n n minus 1. اوكي هاي عندي هون، عشان هلا هون عمالي بعمل هيك عشان اشتق معادله، فبحط بشكل عام on average يعني take a floor راح اسميه ال ice floor، واللي اعلى منه راح يكون i plus 1 واللي اقل منه راح يكون i minus 1. نرجع مره ثانيه، هلا probability of a passenger j going to the ice floor بتساوي 1 على n. السبب انه 1 على n انه عندي equal floor populations. هلا probability of a passenger not going so 1 minus 1 على n، و probability of no stop at ith floor تساوي 1 minus 1 على n يكون. هذا نفس الاشتقاق اللي اشتقيناه قبل شوي، احتمال انه ما يصير في عندي stop على هذا الطابق اللي هو هلا اللي بدنا نشتقه. بدنا نشوف انه ايش احتمال انه ما اطلع عن طابق معين. هلا هذا احتمال انه ما اوقفش على هذا الطابق اللي هو الطابق i مثلا i floor، احتمال اني ما اروحش على هذا الطابق ما يصير في عندي stop، هو 1 minus 1 على n للقوة b. هلا بدي ايش اسال السؤال، راح ارسم هون هاي، راح اضل واقف عند i floor، وراح اجي اسال السؤال ايش احتمال انه المصعد ما يطلع فوق ال i floor؟ ايث فلو عدد مين؟ هدول تمام. والايفنتس هدول ايش بعمل؟ هلا اذا ما بده يوقف على ما بده يطلع فوق الايث فلور مش راح يروح هون، ما بصير يروح هون، لانه ممكن ما يروحش هون بس يروح هون، وممكن ما يروحش لا هون ولا هون يروح هون، وهكذا لحد ما اوصل اخر طابق. اذا البروبابيلتي of elevator not traveling above ith floor بيساوي the probability خلينا احطها هون i plus 1، هاي معناها انه ما راحش على الايث فلور، بعدين probability هلا رح يصير في عندي conditional probabilities هلا رح نشرح ليش. اذا هو احتمال انه ما يروح على الاي بلس 1 وما يروحش على الاي بلس 2، بس لازم احكي شيء معين، ما يروحش على الاي بلس 2 given انه ما راحش على الاي بلس 1، لان هدول بطلوا independent events. هلا رح نشوف كيف. فبصير عندي probability انه ما يروح على الاي بلس 2 given، هي الاشاره تبعت ال given انه اي بلس 1 ما راحش عليه،
probability انه ما يروحش على i plus 3 given انه ما يروحش على i plus 1 ولا i plus 2. مش رح استمر بالعمليه هاي. ليش حطيت الكونديشنال؟ لانه صار هذا الايفنت وهدول مش اندبندنت. اوكي، ما بصيرش اقول ايش احتمال انه ما يروحش على i plus 2 واسكت، لانه انا افترضت انه بتاثر انه ما راحش على i plus 1، ما يروح على i plus 1، ما يروحش على i plus 2 given انه ما راحش على i plus 1، ما يروحش على i plus 3 given انه ما راحش على i plus 1 و i plus 2. هلا رح نشوف هدول كيف رح نحسبهم لحد ما اوصل probability انه ما يروحش على n minus 1 given انه ما راحش على i plus 1 i plus 2 لحد n minus 2، واخر شيء probability انه ما يروحش على n given انه ما راحش على i plus 1 i plus 2 لحد n minus 2 n minus 1. ماشي، الكل فاهم؟ هذول ضربناهم. هلا لو انهم مش لو انهم unconditional، لو انهم independent events، شو بصيروا؟ بصير خلص probability ما يروحش على i plus 1، ما يروحش على i plus 2، ما يروحش على i plus 3. بس انا ما قدرت اعمل هيك. تذكروا المثال، اذا في events بيعتمدوا على بعض وبدي اجي اقول لهم هدول الاثنين ما صاروا الايفنتس، بقول الايفنت الاول ما صار probability انه ما يصير، وprobability انه الايفنت الثاني ما يصير given انه الايفنت الاول ما صار. تذكروا الزميلين اللي بيجوا على الجامعه وهدول بيعتمدوا على بعض، ما بقدر اسال السؤال كيف هم منهم بيجوا الاثنين، او احتمال انهم يجوا الاثنين او ما يجوا. بدي اجي اقول ايش احتمال انه الاول يجي، وبعدين ايش احتمال انه الثاني يجي given انه الاول اجى. اوكي، هاي بالنسبه له. خلينا نطلع نشوف هدول ليش هدول dependent events، هدول conditional probability. احنا قلنا بالحالة العادية لو جينا اطلعنا على probability of i plus 1 انها ما تصير، اللي هي هاي، مش هيك؟ مظبوط؟ كم خيار عندي هون قبل ما ابدا احكي اي شيء، كم خيار عندي للباسنجر انه يروح؟ n، واحد على n انه يروح، واحد ماينس واحد على n انه ما يروح، مش هيك؟ وانه كل الباسنجرز ما يروحوش عليه، واحد ماينس واحد على n plus 1. هلا نفترض انه هو الايفنت صار وما راحش على هذا الطابق اللي هو هي، راح احط عليه اكس، وهي الاكس مرتبطه بايش؟ بالايفنت هذا انه صار ما راحش على i plus 1. هلا اذا اجينا سالنا السؤال الثاني، اجينا قلنا شو احتمال ما يروح ما اروح على i plus 2؟ ايش ضلت الخيارات اللي عندي؟ اجيت لما سالت الباسنجر وين بدك تروح، قلت له بس انت الخيار اللي بدك تختاره الان ما فيش عندي i plus 1، انا عارف انه ما صار، كم فلور ضل عندي؟ n-1. إذا هذه الايفنت اللي هون راح يصير هو 1 ماينس 1 على n ماينس 1 للقوة p، وهذا 1 ماينس 1 على n للقوة p. لما اجي على اللي بعده بسأل هون السؤال، بقول له ما فيش لا i plus 1 ولا i plus 2 افيلبل، شو ضل له؟ n 1 ماينس 1 على n ماينس 2 للقوة p، ونكمل بالطريقة. هذا صار conditional event، هذا صار يقول given انه هذا صار هاي الـ probability الصحيحة، given انه هدول الاثنين صاروا هاي الـ probability الصحيحة، وهكذا. اوكي okay.